السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. مرحبا يا شباب، شو رايك شيخي؟ مرحبا يا شباب. انا اسف الموعد اعطوني اياه في 12 ونص ولكن الطريق اخرني شوي. يا من انت بتاجس امروفا على اوس سبوجدي لكوفيجا ما بيقدر يكون يبني على سبوجدي بتجاه اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. سامحكم انا بسمع عم ترجم من التشيكي للعربي. اللغه التشيكيه ابخب للالمانيه؟ لا هي سلافيه. سلافيه. الله يخليك. نتعرف على الشباب. اسمح لي. يا هلا انت سلطانك ترشيك سلافي ترشيك سلافي لانه يا سهلا بجنوبك. اهلا وسهلا. من صاحبة هالو نوفيني. السيد دانيال سوليس من بورتال AC24 وهو أستاذ في جامعة علاقات دولية ودبلوماسية سيبشي دارجستي وتشيتيل نافي. أنا اسمي سمير بسعد من براد من السفارة السورية. أستاذ سمير والدكتور على منى على رأسك. الله يخليك. شاكر بهذه الزيارة ديكو إذا أرضاش نفسه في هذه المرحلة التي يحاول فيها البعض إغلاق أبواب سوريا. افتدل دوبي دي سينكتر إسناجي زافيرات دفرجي دو سيريا. نحن ما أغلقنا الأبواب أبدا عن أي قناة إعلامية في العالم. نسمع نزافيرالي دفرجي بشدياكي ميكولي نوبينالسكي ميكانالي تبي ستيلو سيتو. بل وطلبنا من القنوات الإعلامية نعوبا تسمي جازالي شيخني مدياني كانالي أبي بشيري دو سيريا لترى الحقيقة على الأرض. أبي فيديني برابدو نازمي فعلا. ولكن فوجئنا على فين اسمي بشيكوبيني أن هناك قنوات إعلامية محددة كانت تأتي إلى سوريا ولا تنقل الحقيقة. نكتري مدياني كانالي بشيري دو سيريا على نيودراجيني رياليتو. بل كانت في كثير من الأحيان تشوه الحقيقة. على جادة بشيكوبيني دي فورموغالي برابدو. وأنا شخصياً قد التقيت بعدد من القنوات الإعلامية بودكال نيكوليك ميديانيخ كانالو التي كانت تسجل فقط ولا تبث على الهواء. اكتري ينوم نهرافالي على نيفيسيلالي جيفيه. فكانت بعد عودتهم إلى أوروبا أو إلى بعض البلاد العربية يحاولون قطع الحديث واستخلاص جمل. أسناجي لسي برافي بويخ نافراتو استشيها هوفور وديات فينياتي برافيستوه. ومثال على ذلك نابشي كلاب. أنا التقيت بمجموعة أمريكية منذ سنوات ثلاث تقريبا. يا سبشي تشمي روكي ستال سسكوكينا أمريكيانو. وقلت لهم أن المسلم لا يمكن أن يكون إرهابيا. مسلم نمو جبيت تيروريستو. قالوا لماذا لا يكون مسلم إرهابي؟ أنا سيبتالي بروت نمو جبيت مسلم تيروريستو. قلت لأن المسلم يؤمن بالمسيح ويؤمن بموسى ويؤمن بالإنجيل ويؤمن بالتوراة. المسلم فيرجي في كريستو فيرجي في مويجيش فيرجي في بيبلي فيرجي في التوراة. وإذا لم يؤمن أدبي نفيرجي بالمسيح وبموسى وبإبراهيم مويجيش إبراهام وبي لا يؤمن بمحمد نمو جفيرجي محمد وبي. هكذا قلت لهم. طب للسنيور جيكا فذهبوا ليقولوا أن مفتي سوريا يقول أنا أكفر بمحمد إذا أمرني المسيح أو إذا أمرني محمد ألا أؤمن بالمسيح. أنا أذهب إلى الفورمالي طاقة قالي جاء يا بشستان فيرجة محمد وبي برتو جاء يسلمي بشيكازي أبيخ نفيرجي لكريستو بشدشنيخ بروروتسيخ.
وفي اليوم الثاني أعلنت على قنوات الإنترنت وعلى الصحافة أن هذا الكلام ليس صحيح لم أقل حتى اليوم بعد سنتين ونصف قنوات التلفزيون تقول مفتي سوريا الذي يقول أنه يكفر بمحمد مفتي سوريا نيفيرجي بمحمد فإذا الإعلام تزار ميديا إما أن يكون رسولا صادقا بطبود فيرني بروروك والأنبياء كلهم إعلاميون مخدم شيخني بروروك سيبيلي بطساتي نوفينارجي أخبرونا عن الله أني نام انفورموالي أبوها فصدقناهم اسمين فيرجيلي ولكن هنالك إعلاميون يأخذون من الشيطان علي سو تكي نوفينارجي كتير بيرو أتساطانا وهم الذين لا يملكون مبادئ تدلي نماي برينسيبي فيقلبون الحقائق تك بشفرات سوي فاكتا فيجعلون الظالم مظلوما والمظلوم ظالما اكشف دينيه اكشف دينسة اوباك وهذا ما يحدث في سوريا الآن اتو برافي تسوسيدي في سوريا سوريا تتمتع بميزة عن كل الدول التي حولها سوريا مع فلسطين نرزل قد رجادة زلمة كتير يسو قرمي أنها تملك تعدد في الطوائف والأديان جي فلسطين روزن رودي سكوبيني نابوجنسكي فهي الدولة العلمانية المدنية الأولى في المنطقة يه برفنيم سيكولارنيم سيفلنيم ستاتين في فلسطين ومشكلتها مع اليهود في فلسطين سجيدي فلسطينية ليست مشكلة دينية نني نابوجنسكي بروبلم فقد كان اليهود هنا في بلدنا بروتجي جيلي جيدي تلي جيلي تلي في ناشي زمني في ولا زالت أملاكهم موجودة دودنسكا ييخ مايتكي صوت في سيريا مشكلتنا في فكرة إقامة دولة دينية ناش بروبلم ييخ مشلمتس بودوات نابوجنسكي ستات أن تقوم هنا دولة إسلامية تزانا أبي تدي ستافي الإسلامسكي ستات ودولة مسيحية كريستيانسكي ستا ودولة يهودية جيدوفسكي ستا هذه الدول ستتقاتل مع بعضها مئة سنة تدل ستاتي بميزي سيو فالتشيري ستوفكيلي والسبب أن الحروب إذا قامت على الدين تمتد طويلا بروتوجي في شيخني فالكي كتري سيزا كلاداري نرابجينسكي دو ودو بترفالي دلوه بينما إذا قامت على الحقوق على فالكي كتري بيلي نا برافا فإنها تقف باستعادة الحق. تك سكون شيء ديش بمت سباتي سوي برافا. فنرى أن أوروبا نبشكل أوروبا التي تقاتلت الحرب العالمية الأولى والثانية. ترى بلا سيرتي البرفني أدرس في توي فالكي. تحاربوا ليس على الدين. نيفار تشيلي سيكولي نابوجنستي. إنما تحاربوا على الحقوق القومية. على فار تشيلي سي نارودني زايمي نارودني برافا. فلما رأوا أن هذه الحروب ليس فيها رابح أن الرابح في هذه الحروب خسران بك بيش بسكرة نازلو جي كدو في هراي فتصاتي بسكوتشنسكي يه بوراجيني نكدو في هراي تكويد قرروا أن يلغوا الحروب ويفتحوا الحدود رزهد لي سكونشي تسفالكو أو تفجي تسهرانيتي نحن منذ 20 سنة في سوريا مي بشد فتصاتي تاي في سوريا بدأنا بهذه المعركة زد شالي اسمي تدلي أن نمنع قيام دول دينية في المنطقة. بسم زبراني اللي استافيت نابوجنسكي ستاتي تدي في أوبلاستي. لبنان تقسمت دينية. ليبانون بيل روزديلين بودلي نابوجنسكي. منذ أكثر من 20 سنة. فيتنش 23 جزولي. فأقيمت دولة مسيحية. استافي الكريستيانسكي ستا. ودولة درزية. دروزيسكي ستا. وسنة وشيعة. ستات بروسونيتي أبروشيتي. دخل الجيش السوري. استوبيلا سيرسكا أرمادا وكانت لبنان أربع دول لبنان دي فاكتو بير روزيلنا شتري تشاستي وكانوا يقتلون بعضهم أونيسي زابيي لنفزاري وألغينا هذه الفكرة ميسمي زروشيلي توتو مشلين وخرجنا منذ خمس أعوام ميسمي سيستاهلي لبنان بشكل بيتيلت ولبنان دولة واحدة لبنان يبنيم ستاتي ستات بروفشيخ تصوروا أن فرنسا وأمريكا جاءوا إلى الشواطئ اللبنانية وما استطاعوا أن يوقفوا الحرب
představte si, že i Američané, i Francouzi připluli na libanonské břehy a nepodařilo se jim zastavit občanskou válku tam. Innama saru taraf min al-atraf. Ale oni už se stali potom stranou, jedna z válčících stran. يوم دخلت سوريا, když se Sýrie vstoupila, ظن الكثير انها ستكون معترض ضد طرف اخر. Řada lidí se myslili, že Sýrie bude s jednou stranou proti ostatním stranám. ولكنها قالت انا جئت من اجل ان يبقى لبنان واحد. Ale Sýrie říkala, já jsem přišla, aby Libanon zůstal jedním Libanonem. وعرضوا على الرئيس حافظ الأسد انا بدلي بريزيدنتوي حافظ الأسدوي بعض اللبنانيين نكتري لبنانسي ان يعطوه مسافه كبيره مساحه كبيره من لبنان على ان يترك لبنان مقسم بي نخالي سيريا تركم سلوشنو تشاست لبنانو ابي نخال لبنان روزدين تاك يكبي فرفض وقال اعطيكم ما تريدون من ارض سوريا على ان يبقى لبنان دوله واحده على Právě prezident říkal, ne, odmítl to a říkal, naopak, já vám dám z území Sýrie za to, aby Libanon zůstal sjednocen. Izen ma jahdus fi Sýrie ljou. To znamená, co se děje teďkom v Sýrie, hiya uquba, je trest, taquduha al-Wilayat al-Muttahida, který vede Spojené státy americké, wa tughazziha Israel, a poté krmí to Izrael, li'annaha man'at taqsim al-mantiqa ila duwal diniyya. Sýrie zabránila rozdělení oblast na náboženský státy. Antum ta'lamun jami'an kam dawla dakhalat al-Iraq. Víte velice dobře, kolik států vstoupilo do Iráku. Aksar min 80 dawla. Víte, než 80 států se podílilo na... Wa kan al-Iraq dawla wahida. A Irák byl jedním státem. Al-an al-Iraq 3 dawl. Irák teď jsou 3 státy v podstatě. Wa ma min usbu' أنني تيدين إلا وتنفجر 20 إلى 25 سيارة في تاريخ سنة ببوخنة 20-25 أوت في إيراك أين قوة الأمم المتحدة؟ تزانا كده يسيلا أنا رودي سبوليتينستي نبو أين التآلف الدولي الذي أرسل مئات الآلاف من الجنود لإنقاذ الشعب العراقي من شخص واحد اسمه صدام؟ Kde je ta mezinárodní koalice, která posílá 100 tisíce vojáků, aby zachránila irackého lidu od jedné osoby, která se jmenovala Saddam Hussein. فَإِذَا بِهِمْ يَأْتِي كُلْ دَوْلِي بِتْسَرِي صَدَّام دَخِلْ عَرَقْ A teďkom vidíme, že každý z těch států teďkom hledá nějakého Saddama uvnitř Iraku. لذلك نحن في سوريا أصرينا على الدولة المدنية. في سوريا اسمه ترفالي نا سيفيلنيم ستاتي. والعلمانية. سيكولارنيم ستاتي. التي تساوي بين كل أبنائها ترى بستوب ربنا تسيني كفشن سويم سينا بالقانون بطل زاكونا فأن يكون مسيحيا زعما يستيبودي كريستيان أو مسلما نبو مسلم أو علماني نبو سيكولاريتا والعلماني غير الملحد سيكولاريتا على نيرجي كام أتيستا الملحد قد يكون هنالك علماني مؤمن يسو تاكي سيكولارني كتير يسو فيرجيتسي وقد يكون هناك شيوعي مؤمن صوتك كومونيستي في سوفيرجيتسي فاذا نحن يجب ان نفرق بين المذاهب السياسيه والعقائد الدينيه تكمسين دا بوزر نارزدينوست ميزي بوليتيتسكي برودي ا نابوجينسكي فيري فالعلمانيه في اوروبا ليست ضد الكنيسه سيكولاريتا في اوروبا نني بروتي كوستر بروتي كريستيانستي انما ضد ان تتدخل الشؤون الدينيه بالحياه السياسيه اني سو بروتي تومو ابيس فمشيوالي ناوجنسكي زاليشتوفتي دو خودو ستاتو فالا تدخل الدين بالحياه السياسيه بس ناوجنسكي نوبيرا نما فمشيوال دو بوليتيكيو جيفوتا يعني ما نقول الحزب الشيوعي المسيحي ابيس ما نجيكا تشوا كومونيستيسكا او كريستيانسكا كومونيستيسكا سترانا او الحزب الديمقراطي المسيحي نو كريستيانسكا ديموكراتيكا سترانا هنالك الآن 6 دول في أوروبا. تجكم الشست ستاتو في أوروبية. يحكمها الحزب الديمقراطي المسيحي. كتري سو فلابنوتيك شيستانسكي مي ديمقراطي. وهذه كذبة. أطايا ليش؟ أن نقول الديمقراطي الألماني. أبيخ وبشمنا بيتنرجيكا نيمتسكا ديمقراطيتسكا سترانا. ديمقراطي النمساوي. راكوسكا ديمقراطيتسكا سترانا. أما ديمقراطي مسيحي. على شيستانسكو ديمقراطية. فسيكون مقابله الديمقراطي الحادي. تك موجه باك někdo říká, že ateistická demokratická strana. Au demokrati islami. A nebo islámská demokratická strana.
ولذلك نشهد الآن في أمريكا المحافظون الجدد هم الذين يربطون الدين بالحزب وأيضا في إسرائيل يقولون دولة دينية يهودية ليس هنالك في العالم دولة كاثوليكية دولة إسلامية دولة يهودية هنالك دولة إنسانية أما دعوا الدين علاقة بين الإنسان وخالقه والفارق بين الدولة الدينية والدولة المدنية أنك إذا دخلت إلى هذه الدولة الدينية عليك أن تخضع لقوانينها الدينية وقد تكون أنت غير مؤمن بهذه القوانين الدينية بينما الدولة المدنية عليك أن تخضع لقوانينها السياسية أما دينك فلا يتدخل فيه أحد فأنا الآن لو جئت إلى دولتكم في المطار تنطبق علي القوانين السياسية التشيكية ولا تنطبق علي العقائد في تشيكيا فديني معي في جواز السفر تنطبق علي القوانين وليس الدين وبمجرد دخولكم إلى سوريا أو إلى لبنان ما عدا السعودية وإسرائيل فأنت إذا دخلت إلى السعودية فورا تنطبق عليك قوانين دينية ما بصير تدخل بهذا الشكل وفي إسرائيل يجب أن تضع القبعة إذا أردت أن تذهبي إلى جدار مكة في إسرائيل إذا فهذا الفارق بين الديني والسياسي لذلك الآن العالم على بوابة حروب دينية الذين يرسلون السلاح الآن من أوروبا ومن تركيا ومن السعودية ومن قطر ومن إسرائيل إلى سوريا يظنون أن هذا سيسقط سوريا سنقول لهم انتظروا فهذا السلاح خرج من أفغانستان حتى وصل إلى نيويورك وإلى مدريد وإلى لندن وإلى اليابان إن بقيتم تغزون هذه المجموعات الإرهابية فستصل إلى بلادكم الآن في قلب أوروبا هناك قنابل موقوتة اسمها البوسنة كرواتيا صربيا ألبانيا هذه الدول لا زالت قائمة على قاعدة دينية فانتبهوا إلى أن يجتمعوا بعضهم على قاعدة إنسانية وعلى محبة أخلاقية Měli byste si dát pozor, aby se spíš byly zakládány, nebo aby se sešly na humanitární základ. Československá, حينما كان Československá, Československo, když bylo Československo, كانت تصدر للعالم, vyvážilo do světa, أجمل أنواع الكريستال والبضائع الراقية جدا, vznešeného zboží.
قسموها الى تشيكوسلوفاك بيلاروس ديرادو تشيسكو نا تشيكوسلوفاكيا ولكن الشعب الان اعتقد انه يقول نريد ليس ان نتوحد فقط مع سلوفاك انما مع اوروبا كلها ليدي فيرجين جيليدي تام في استراتيجيه نختمه سي سلوفاكيا من بس تشيكيا يونو نختمه سي نو سيلا اوروبا ان شاء هذا قبل سنتين ما كان عندنا هذا. قلنا بسمات شو أنا مني لبشي بمرك أبي بشتال سويتي برود. الآن المقاطعة النفطية. تجكوب سانكتي. أوروبا سانكتي. وطلبوا من المجموعات الإرهابية تدمير كل مناطق الكهرباء في سوريا. أجدالي تروريستيسكي تروريستيسكي سكوبي أبي زنتشي لبشي مزدروي إلكتريني في زمني. فهل هذه ثورة أم هذا تدمير؟ تكتو يستوي ريفولوشن أو توي نيتشيني. هذا ما يحدث في سوريا. أنتم الآن تمشون في دمشق ورأيتم دمشق. أتمنى لو استطعتم الوصول إلى مدينة حلب. يا بيسي بشارد بيستي مهلي بشيد دو ميهم ميستا دو ميستا أليبو ستبكون حقيقة أرشيتي بغيتي بريتشي على تدمير الآثار نا ميتشيني باماتي يقولون الدولة هي التي تدمر الآثار ونجيكا جستات ميتشيتي بغيتي باماتي هذه الدولة تحكم سوريا منذ 40 سنة تطلع فلادا فلادنا في سوريا وش اشتري تطلق نفس الجيش ستين أرمادا منذ 40 سنة كان عدد سكان سوريا تقريبا في حدود 7 أو 8 ملايين. وكان عدد مساجد سوريا في حدود 4000 مسجد. و 400 أو 500 كنيسة. الآن في سوريا 18000 مسجد. وأكثر من 3000 كنيسة. لماذا بنيت خلال 40 سنة ولم تهدم؟ وخلال هذين العامين دمر بشكل كامل أو جزئي أكثر من 150 أكثر من 200 مسجد في سوريا وعددنا الكنائس إذن هذا ما يفعله الغرب الآن بنا نحن دولة مدنية تحترم كل أبناء شعبها وتقدر لهم وتحفظ لهم قيمهم وعقائدهم ولكنهم يريدون سوريا دولة ممزقة إلى دويلات ولهذا اغتالوا طلاب الجامعات وواحد منهم ولدي وما دخل حزبا On nevstoupil do žádné politické strany. Volen tema ila jamaa. A nebyl členem jakékoliv skupiny. Fakat, lianni lam anšaq an ad-dawla qatal waladi. Jenom protože já jsem neodtrh od státu, tak zabili mi syna. Fahum yuridunani an akun dubda nivam. Oni chtějí, abych byl proti režimu. Wallahu ta'ala, Bůh, ma akraha ahadan ala ad-din. Ne nutil někomu k víře. فكيف تكرهني على رأيك؟ يك موجبت منوتي ك تريز ناز أبيك سستال استيريا كتوي نازو. ولهذا نحن الآن نعتبركم رسل خير. بروتو ميفاس بواجم زا بوسل بوسلوه دوبرو. لتنقل الحقيقة إلى العالم. أبست أدراجلي رياليتو سويتو. وأبواب المصالحة في سوريا الآن. أدرج أسميرجني في سوريا. مفتوحة على أبوابها. يسوع ترجمه نقلنا. ليأتي جميع الإعلام العالمي. تكاد بشدة سنة لزنا ودي ميديا مسويت. ويشهد الحقيقة. بيل سويت كم برافدي. أن الذي يدمر سوريا الآن. جكدو نيتشي سوريا تج. أناس جاءوا من خارج سوريا. يسوع لديكتري بشيشلي زفنكو سوريا. وسمح لهم من بعض الدول أن تكون جسرا لوصولهم. أبيلهم دورا لزبكتري ستاتو أبيت دستاتي بلي مستم بشيستري بي بشيشتي بسيري. وفي خيالهم
أن يقيموا الخلافة الإسلامية. إن رضي شعب سوريا أو لم يرضى. فإن لم يرضى شعب سوريا سيقتل شعب سوريا حتى تقام الخلافة الإسلامية في سوريا. هكذا قالوا أمام الإعلام العالمي. ولكن الإعلام العالمي يخبئ ذلك. لأنه مرسل من جهات معينة وليس جهات أخلاقية. Vyslány ze strany, které nemají morálku, nejsou morální. Ale قلت واكرر هذا الكلام. أن القضية لم تعد قضية الرئيس بشار الأسد. Že problém nebo otázka tedy není otázka prezidenta Bašára Asada. ولا الحزب الحاكم. A už vůbec ne vládnoucí strany. ولا الأحزاب الأخرى. Ani ostatní strany. إنها قضية أمة ووطن. كان هذا الوطن بلدا واحدا قبل إبراهيم وموسى وعيسى. ومحمد. كانت بلدا واحدا. بلا يدنيم ستاتن. فلسطين. فلسطين، لبنان، لبنان، سوريا، سوريا، الأردن، أيوردانسكو. قبل 100 سنة فقط. شفت ستولتي يوم. كان جدي. موي ديدا. يمشي في كل هذه البلاد على أنها بلد واحد. خدي بطيخ شيخ ستاتي جيتو يدنيم ستاتي. كما تمشون الآن في أوروبا. تاك يك خدي تفي بو أوروبي. والفارق أنه لم يكن هنالك اختلاف في اللغة. نرزي لطه جي تهدي نبلي رزي نصتي في يازيتي. كانت اللغة واحدة هنا. يازيك بي اليدنيم يازيك. الفينيقيون. فينيتشاي. الآراميون. أرام. العرب عربوفي. كانوا دائما في هذه المنطقة يتكلمون لغة واحدة. والعبرانيون جاءوا من مصر لأن فرعون أراد أن يقتلهم. فاستقبلناهم في سوريا الكبرى ليأمنوا عندنا. أبي جيلي بسبتشي تري الناس. واليوم يكافئوننا. أدنس كنام تو فراتي أدمينو يو. بقتل الناس الذين استضافوهم. تيم جزابيو ليديك تري بسي يشيال. لذلك لو علم الرئيس بشار الأسد. بروتوجي كان ديبي بريزدين بشار أسد. أنه إذا ترك الحكم. بيل بسبتشي جي بيش أتستوبي. ستقف. هذه الدماء وستمنع هذه الدماء. تست كرف سوريا. لترك ذلك من اليوم الأول. تك بي أتصوب أتبرني هدنة. ولكنه يعلم تماما. على أون في بريت لبجي. أن المستهدف هو سوريا. جاء دوي ترتشم توه شهو يتسلا سوريا. من خلاله. شسني شسيو. وهو يرى ما يحدث الآن في العراق. أون فيدي توت سوسيدي في العراق. فقد ذهب صدام حسين. صدام حسين ودشر العراق. فماذا صنع بالعراق الآن؟ يكدوبات العراق. وأيضا في ليبيا. أتاك في ليبيا. ذهب القذافي. ودشر القذافي. فماذا حدث في ليبيا الآن؟ سوسيستالو ليبيا. كل مدينة دولة. كاجدي ستات كاجدي ميستو ستاتن في ليبيا. في تونس. تونسو. غادر زين العابدين. زين العابدين زرنو. الآن يقتل بعضهم بعضا. أونيو سيزاتشالي بويوات نزيسيبو. في مصر. في إيجيبتيا. لا ندري إلى أين ذاهبة. نافي ما كم يدوم. فإذا في اليمن. في اليمن وتكي. اليمن كل يوم هنالك طائرات أمريكية بلا طيار تقصف مكان من أماكن في اليمن. في اليمن وكاش دين نام سو أمريكي لتطلع بس بيروت لتطلع تري بومباردو يوم في تري خبلاستي. إذا سوريا يراد أن تكون هي صومال جديد. يو بروتو نختي أبي سيري سيستار نوغيم صومال. ولكن شعب سوريا هو الواعي الذي صبر عامين وأقسم لكم أن بعض الأطفال وبعض العوائل فقدوا رغيف الخبز أكتري ديتي أكتري روديني بشيشتي إي أو خلبة
وكان المسلحون يمنعونهم من أن يصلوا إلى رغيف الخبز. ولكن هؤلاء الآباء والأمهات الذين رأوا أولادهم يبكون من الجوع كان ينادون الدولة أن تعود إليهم ليعود الأمان. Vždycky žádali stát, aby se vrátil, aby stát ovládl oblasti, aby se vrátilo bezpečí, které tam bylo, bezpečnost. لذلك من خلال قنواتكم proto přes vašich média نقول للمعارضة السورية říkáme syrské opozici انقذوا بلدكم zachraňte svůj vlast ممن جاءوا ليدمروكم ويدمروا بلدكم. تختري بشيري سن أبي واس زنيشري أزنيشري واش يزني. فاجتماعاتكم في روما. واش يسكواني في جيمي. وفي باريس. في باريجي. وفي موس في واشنطن. في واشنطن. لن تعيد السلام إلى سوريا. نبشينسني ونفراتي مير دو سوريا. تعالوا إلى سوريا أنتم. شتى دو سوريا في. أبناء سوريا. سينوبي سوريا وقد فتحت لكم ابواب المصالحه تتسوفا وتفجني تفرجي وسميرجني واخرجوا هؤلاء الذين جاءوا من كل بلاد العالم ليقيموا الخلافه الاسلاميه في بلدكم ابي اودياي اسلامسكي خليفه خليفات وتدي بفاشي زمني ليعودوا الى بلدانهم ويقيموا ما يشاء من نظام حكم اتسفراتي دويخ زمني там постави якийсь владнучий систем в їх землі. وليترك السوريين اتنخاي سيرجاني يختارون نظاما ابيز وليلي حكمهم يكي سيستم. اهلا وسهلا بكم. فيتيتو تدي. انا تكلمت كثيرا ياسر لوي الدوه ولكن الدور لكم اسمع منكم جاده نواس وسليشي مدراس ياسر لوي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سماحه المفتي نحن زر جينا سوريا نزور سوريا كوفد إعلامي في أوروبا. نحن كسوريين من الدرجة الأولى. جينا على أرض الأبجدية. جينا على دمشق قلب العروبة الماضي. جينا نعطي الوطن ونقدم له الوطن. نحن في خارج البلد. مي مصيري ندرك انه هناك فعلا مؤامرة كبيرة على سوريا يريدون ان يقسموا سوريا وان يقتتلوا السوريين فيما بينهم بصراحة نحن نعمل ليلا نهارا للوقوف الى جنب سوريا وقائد الوطن والناس الخيرين والطيبين على استمرار الحضارة السورية والشعب السوري يكون باستمرار عنده رفاهيته عنده تقدمه عنده علمه عنده كل شيء. نحن نعرف بأوروبا نحن نفرق بين الدين والوطن. الدين لله والوطن للجميع. لا نريد نحن لا نريد احدا ان يلغي احدا. نحن كشعب سوري كلنا كتله واحده كلنا قلب واحد كلنا اهل. كل واحد اللي حب يروح على الجامع يروح على الجامع الله معه واللي حب يروح على الكنيسه كمان يروح على الكنيسه. يعني هاي بريد يفهموها كلمه الدين لله والوطن للجميع ليست فصل بين الدين والإنسان. لا قطعا قولا واحدا. إنما أن دعوا الله عز وجل دعوا في قلوب الناس وليذهب بعضهم إلى المسجد أو إلى الكنيسة أو إلى أي مكان هذا حقهم. فالدولة تخدمهم في ذلك. لذلك الدولة دائما كانت راعية لأي رجل دين يريد أن يمارس عبادته سواء في المسجد أو سواء في الكنيسة. في رابوه في أبلاست في شام. Znamenato, że każdy ما سوي نبوجنسي بستاهو بوهوبي وهي نفسها بتقول ما لقيصر لقيصر وما لله لله يظنوه انه هي فصل فقال له لا هشام ما قيصر ياخذ حق الله. سيد الكريم انت في اوروبا نحن بحاجه من يوصي سوريا المسائل للشعب الاوروبي. انا جاهز ادعونا ونحن نحن انا ان شاء الله
قريبا راح انا يوم ما القيت خطابي في البرلمان الاوروبي ويمكن سمعتم بعدما دعوني مره ثانيه استغربت فبيقول لي البعض المتطرفون قالوا للاوروبيين نحن ما بنريد هذا يجي لانه هذا بيساوي سلام بين الناس نحن من التطرف لانه شركات الاسلحه بعد اذا وجد هذا ما بتشتغل ما ننسى البرويكت الروسكي البرلمان على فكره هون بوزفالي ale radikálové říkali, no takového nechceme tady, protože my chceme prodat zbraně a čemu on vyzývá tady, tak my bychom přestali prodávat zbraně. My chceme, aby se válčilo, ne aby udělal mír. بصراحة المهم في الدرجة الأولى يجب أن تنقل الحقيقة كما هي. أن تنقل الحقيقة كما هي إلى أوروبا. أن يعرف الشعب الأوروبي أن السوريين متحابون. متكاتفون أسرة واحدة قلب واحد وكلمة واحدة بينما جرت تداخلات وجرت تقسيم وجرت أمور ويريدون بصراحة النيل من مواقف سورية وطنية اللي قدمتها لاستعادة الحقوق العربية ما في أكثر من هيك هذا أحد الأمور اللي منعيشه برا وعشناه وشفناه سوريا تدفع ثمن مواقفها بصراحة تدفع ثمن مواقف قديمة. لما سألوني في أوروبا كم مسلم في أوروبا؟ قلت له في سوريا كم مسلم؟ قلت له 23 مليون. قالوا كم مسيحي؟ قلت له 23 مليون. قال كم كردي؟ قلت له 23 مليون. كم عربي؟ قلت له في سوريا مواطن. أما كردي عربي مسلم مسيحي هذا نحن ما نسجله نخليه أنه مواطن سوري الأعلى الكل. كل كردو جيكا 23 مليون. Říká, pro nás všichni jsou syrské občany, to znamená... Lizalik, hávalit Evropa, celý kam Číky, kam Slováky? Jo, třeba možná Evropa udělá taky, kolik Čechů a kolik Slováků, ale my říkáme, že všichni jsou jedni. Nahni abná vatan vahy. My jsme synové jedné vlasti. Wa tenouvat lugatuna, au tenouvat laununa, hada lejse bědina. Jestli máme různé jazyky nebo různé pleti, to není naše věc. My jsme to nezvolili. Ana makhtartu an akun arabiyya. Já jsem nezvolil, abych byl arabem. Wala antu ikhtartu an takun. Aby jste také nezvolili, abyste byli češi. Hakada ulidna. Takhle jsme se narodili. Walakin nakhtaru ma na'taqidukum. Ale my můžeme zvolit, v čem věříme. Falidhalik la ya'bathu bina. Nebo co si myslíme. Proto ať si s námi nehrajou. فنحن في الأصل أبناء أب وأم واحدين إن كنا شيء كنا عرب بوفودو سينوفا يدني يدنو أتسي يدني مطكي اسمي تشيشين أبو عرب وين فهذه المصابيح الكهربائية الآن أعداد كبيرة ما بشكل أبتدي سيطلع يخرج هذا ولكن الكهرباء ما في حياتي سمعت كهرباء مسلمة وكهرباء مسيحية على ياسم نقدر نستيشف جي إسلامسكا إلكترينا أخشيسيانسكا إلكترينا إلكترينا يدنا كل الكهرباء في الدنيا واحدة. سير عليك شيء هذا سويته يوم بينا. وروحي وروحك. موية دوشة، أضاشة دوشة. هي واحدة. هي دكستين. فلو جبت شوية تراب تشيكي. تراب من تشيكي. دوشكو زمنية من تشيكا. وتراب سوري. زمنية من سوريا. وخلطتهم ببعض. أبوي خاطي تو دهروما دي. ما راح تحسن ترسطون عن بعض. نموجت باكتو روزديلي تو تسمي. فجسمي وجسمك نشأوا من التراب. ناشي تيلا بزنيكلي سبودي. راح نرجع للتراب. أميسة كبودي فراتينة. وروحي وروحك. ناشي دوشي موي دوشي. من نفس المصدر. يا زستيني هوز دروي. يعني ما روحك تشكية وروحي سورية. تو زانا نوجب ركاجي فاشي دوشي تشيسكا دوشي موي دوشي سيرسكا دوشي. ولكن أنت أخي بالجسد. على بست موي براترين تيلي. لأننا من التراب خلقنا وإلى التراب نعود. برضو جي زمني اسمي بيلي ستورجيني زمني سفراتي. وأنت أخي في الروح. بست موي براترين في دوشي. بتقول ما في إله عطاه الروح أنا بقول في إله عطاني الروح رح نموت ونشوف نتواجه هناك. أنت جناني بوخ تري. Podstatě stvořil tuhle duše, můžete, já říkám, že je Bůh, který stvořil ty duše. Za nějakým časem všichni umřeme a pak uvidíme, jestli to byla pravda nebo ne. Za mefi Allah, jestli Bůh, tak já jsem, když jako nebude existovat Bůh, tak já jsem nic neprodělal. Ale kdyby byl Bůh, tak prodělá ten, který věří, nebo si myslí, že neexistuje Bůh.
فأنصحكم أن تؤمنوا في أن هنالك طاقة قوية. بروتو يا دكتورتشي أبيستي فيرجي لجي فيليكانسكا إنرجية. بتسموها الطبيعة. أبيستي ركنا تجتي بشيرودا. بتسميها قد. ركنا تجتي بوخ قب. بتسميها الله. ركنا تجتي الله. إذا كان موجود ما رح نخسر شيء. يزل يكزيستي تأمين تسبرو ديرام. وإذا كان ما هو موجود. على يستي بودي أكزيستوا. كمان ما رح نكون خسرانين. أليستي نبودي أكزيستوا تأمين تسبرو ديرام. فخلينا نآمن فيه. تأكلبشي أبس من فيرجي اللي جاية. ينصف نبسي. وبعد أن نلتقي عندهم. أباكسي سيدي وقناكو. ربما عندهم أسئلة سيدي. أي بعد ما يحكي. سيدي كريم نحن إن شاء الله على كل بالناس الطيبين أمثالكم الكريمة في هذا البلد نحن بنعتقد في أوروبا أنه سنخرج من هذه المحنة. الشعب السوري شعب حكيم وواعي سواء بقادته أو برجال دينه أو بشعبه أو بإمكانياته أو بكل شيء هالمحنة هي حنتجاوزها إن شاء الله وحنخرج منها. طال الزمن عم الأصوات في النهاية الشعب السوري هو المنتصر، الدولة هي المنتصرة بصراحة، ونحن كل ما نريده الخروج من هذه الأزمة. الخروج المهم في هذه الأيام هي المصارحة والمصالحة والنسيان والغفران والسماح. إن الله غفور رحيم. هاي اللي عم ندعي لها. إن الله غفور رحيم. بس إن الله شديد العقاب. لمن سفك لمن دما. نعم. لمن سفك دما. نعم. لمن سفك دما. حتى اللي سفك دم قلنا له إذا بتلقي سلاحك وتعترف يعني أنتم تذكروا خطابي نعم وابني لازال نعم أمامي نعم قلت أخي نعم أنا مسامح نعم فأنا بتمنى وبرجو من هؤلاء الذين وقعوا في الخطأ أن يقبلوا هذه المسامحة فإن لم يقبلوها فكونوا هن انقضوا على أنفسهم ولسنا نحن قضينا عليهم ياسم جيكار že já vám upouštím, hodně zbraně a uklidněte se a dáte se do stejné země. Ahlou sehna. Jestli někdo se chce zeptat, tak prosím. Je možný, jeho jménem, jakým způsobem vlastně je možný takovouhle mírovou cestou dodovat tomu saudskému agresivnímu vahabismu? Samáhatko, můžete říct, no, fí tarík silný, kýf, den vokiv, házel مد العنف الوهابي السعودي لما اوروبا وامريكا بتوعى ديس امريكا امريكا اوروبا سي اوفيدوميا بتقول للسعوديه ستوب اجيكنت اسودو ستوب ولا اسرائيل ستوب اسرائيل تمريك دي بريستالي ثاني يوم مباشره سيوقفوا يا سي ميسي دي دروين فهم يعملون الان فقط من اجل دوله اسمها اسرائيل وأنا حقيقة تحدثت مع اليهود. ياسم سووز جيم جوبل سجدي. وقلت ما رأيت دولة. ياسم مجيكال ياسم نيرفي ديال ستار. تسجن شعبها داخل سجن. ترى أوبكليتشي نبو أوفيزدي سفيه نارض نبو سفيه ديدي. كما فعلت الحكومات الصهيونية. أوفنيتش فيزديتس تاك يك أوديارالا يك أودياي سيونستيكي فلادي. فمليارات الدولارات مليار دي دولارو يدفعونها ثمن الجدران بلاتي زا زدي ليقيدوا شعب بني صهيون داخل دائره مغلقه ابي اوكليتشيلي سوي ناروت اوفيتش بوتساتي اوزافجيمين كروهن وفي المانيا ابي نتسكو هدمنا جدار برلين سميز بورالي برلينسكو زدي وأوروبا لم تبقى شرقية ولا غربية. أوروبا وش نني في خدمة أزابادنا أوروبا. وهم يصرون الآن. أوني ترفاي ضد ناس. على أن يقسموا المنطقة إلى دويلات صغيرة. في روزديل اللي تصير أوبلاستنا نينشي ستاتي. ليبرروا. أبي أبلوبيلي. أمام الأمم المتحدة. شد سكويريني ستا. إيجاد دولة. إكزيستنسة. قائمة على نص تلمودي على نص انه هذا الله وعد هون نا برافي فيتا جيتن ستات بيل سليبن بوهم مع انه فلسطين اشكر فلسطين هي ارض الوعد زمي ذا سليبن لابراهيم برو ابراهام وموسى ومويجيش وعيسى
عيسى ومحمد محمد، لأنهم كلهم لهم في أرض فلسطين معابد. شيخني ماي زمني فلسطيني فخرامي. فاليهود يريدون أن يقولوا أن فلسطين أرض يهودية. جيل اختي جيت فلسطين جي جيدوفسكي وزمني. فإذا كانت فلسطين أرض يهودية فأين الأرض المسيحية؟ تكستي فلسطين جيدوفسكي وزمني. تبديك شيستيانسكي وزمني. فأليس المسيح قد ولد في فلسطين؟ لنا رودل سكريستو ستان فلسطيني. وصعد من إلى السماء من فلسطين. فزشر دونيب برافيس فلسطيني. بينما موسى واليهود ولدوا في مصر وليس في فلسطين. مويجيش جيدي سينا رودل في إجيبتيا أنا في فلسطيني. فإذا إذا كانت فلسطين أرض المسيحيين أو أرض المسيح، يستي فلسطين يزمني كريستيانو نبو كريستيانو، فعلى مليارين مسيحي تزدانا نا زارج نبو ينا 2 مليار دي كريستيانو أن يسكنوا في فلسطين. أبي تجكم بدير في فلسطين، لأن المسيح سيعود بروتوجي كريستو سيفراتي. فعلى على كل مسيحي العالم أن يأتوا إلى فلسطين وينتظروا. Potom by museli všichni křesťané z celého světa vrátit se do Palestiny a čekat na návrat Krista. فكلمه الارض الدينيه. To znamená, chci říct, výraz náboženská země. هذه كذبه سياسيه. To je politická lež. تاخذ ناحيه تشريعيه من رجال الدين. Která se snaží mít právní význam přes duchovní. ففلسطين ومكة فلسطين في مكة والقدس وبيت لحم يروزاليم وبيت لحم هي لكل البشر باتشي فشم لده ولا ليس لأحد الحق أن يقول هذه أرض برافو أبيجيكا تد للزمنية لي أو لك يه موية نبو تويا يا سيدة الله تفضل في سؤال ثاني شيء الأخر مالك في شكرا Vážený mufti, děkuji moc krát za váš čas, že jste nás přijal. Také bych vám rád vyjádřil upřímnou soustrast na ztrátu vašeho syna. Také mám syna malého a velmi nerad bych o něj přišel. A Že považuji tohle za velice nešťastný konflikt, kde lidi denně přichází o své děti a o své blízké. Rád bych se vás zeptal, vy jste zástupcem všech církví v Sýrii, jestli to chápu správně. بشكل صحيح هذا التعريف. أنا مفتي سوريا ولست مفتي المسلمين في سوريا. ياسم مفتي تسيرو سوريا، مفتي إسلام في سوريا. رعيتي 23.5 مليون. تزنم أنا موية أوهجكي كموية ستادو نبجنسكي ستوجيكا. فأنا خادم لهم. 23 مليون ليدي ياسم ليخ سلوها. فأنا خادم لهم جميعا. ياسم سلوها في شام سيرجان. منهم المسلمون زنيخسو مسلمون والمسيحيون الكريستياني واليهود جيدي والصابئة الصابئة تسو كريستياني كتري سو از إيراكو والزيديون الزيديون الزيديون والذين لا يؤمنون بدين ملحدون اي اتيستي كتري نفجي نما إيجاز نبيل فهدول كلهم رعيتي تيسو في شيخني موي ستاد وانا علي ان اخدمهم جميعا يزورني كثير من الاخوه الملحدون الشيوعيين انا اشتي في هود برابو تري سو اتيستي كومونيستي اقول لهم انتم اخوتي يا يوم جي كان جست موي براتري اللي بده يحاسبني ليش انا مؤمن بالله وانت غير مؤمن بالله هو الله Kdo se mnou vyučtuje, že já věřím v Boha a ty nevěříš v Boha, je Bůh. Aqni'ni, annahu laysa hunak ilah. Přesvědčte mě, že neexistuje Bůh. Aqni'ni, annahu laysa hunak ilah, amshi ma'ak. Přesvědčte mě, že Bůh neexistuje a já půjdu s vámi. Fa laysa 'indi mushkila. Já nemám problém s tím, kolik se podat. Idha adkhalta ilayya qana'a. Jestli
نقدر دوكاجه بسفيتش جيبوخ ما اكزيستوي بان ما عندك من الادله اقوى ما عندي جي تي دوكاز اكتري ما اون اكزيستنس بوها يسي نيشي نشتو تصلام بيا اكزيستنس بوها ودائما رجل الدين افجيتسكي نابوجينسكي بريستابيت لا يجوز لا يجوز ان تنتمي ان ينتمي لحزب سياسي بي نيميل بي بريستوشنيكي بياكي كوري بوليتيكي ستران لانه اب للجميع بروتيجي ما بيت اوتسم فشن ولا الاحزاب السياسيه اني بوليتيكي ستراني ان تلبس العمره الدينيه نيميل بي اوبليكا نابوجينسكو تشيبيتسي هناك احزاب قوميه يسون نارود من ناسيونالي راديكاليه راديكاليست علمانيه سيكولار ستراني اما دينيه لا يجوز ان يكون هناك احزاب نابوجينسكي بينيميل بينيميل بي نابوجينسكي ستراني فالله لكل البشر بوخ يا بروبشيخ ميليتستا لا يجوز ان يحتكره احد نيكدو هو نيموجي بشي فلاسني ولا يجوز ان اكره على الايمان به احد نيموجو نيميل بي بشينوتي كوكولي ابي فنيم فيرجي لان الايمان محبه بروتوجي فيرا يلاسكا والحب لا ياتي بالكره الاسكا نلزف موتي سيلونس Zeptal jsem se proto, abych pokračoval svou otázku, že v zahraničí dostáváme bohužel zkreslené informace o tom, co se odehrává. A nedávno bylo zveřejněno, že představitelé druzského náboženství vyzývají své členy, aby se připojili k té ozbrojené opozici. Chtěl jsem se zeptat, jestli je to pravda a proč by něco takového chtěli dělat. أود أن أسأل مدى صحة هذا الكلام وما المبرر إلى هذا الكلام أصلاً؟ أنا منذ ثلاثة أسابيع أو أربع أسابيع توفي أحد شيوخ عقل الدروز. بشبت شمي تيدني زمجل بشبت تيدني زمجل يدن زي شيكو ونجيكا مود مدرتسو دروز دروز دروزو فذهبت وأديت الصلاة عليه تكسم شل أبوموبيل زميل وكنت مع المصلي ياسم مودل تام سنين فالدروز هو مذهب من المذاهب الإسلامية اسمهم الموحدون دروزو توي برامن الإسلامسكي برامن وكتري سوي منو سيدنودي تلي وأنت تسمع بالأزهر في مصر أبي سليشيته الأزهر في مصر في إيجيبتيا فالذي بنى الأزهر هم أجداد الدروز قدو ستافل الأزهر في إيجيبتيا يسو شداتي تيخ دروزي كتري في سيريا فلذلك الذين يريدون انفصال الدروز هؤلاء هم السياسيون بروتو كدو خصي ابي دروزو اترهلي وستاتني يخبسو بوليتيتسي وفي لبنان بالذات ازلاش في لبنان وكانوا يعلنون انهم علمانيون اوني برافي بجديتك ديكلاروفالي جيسو سيكولاريتي وأنهم تزوجوا حتى زوجاتهم خارج لبنان في عقد مدني وليس عقد درزي. رجال صديق دكتور سأجني له ميمو لبنانو نزكت تبينيه مانجستي. يعني هم لا يعترفون بالمذهب الدرزي عقيدة. نفيرجي في تندروسكيم فيرجي يكو فيرا. إنما يريدون أن يكونوا زعماء الدروز. على أنيختي بيت فوتسي. دروزو وبتجميل من الصهاينة ليقيموا دولة درزية هكذا ليبرروا وجود دولة صهيونية تكي أبيتو زدوم الإزرائيل بيتس أبيوني تكي باك بدوفاري دروزي ستات برو دروزي كتري تكي بودي دالشين بادنين أرغومنتي بروتي زنكنوت جيدوفسكي ستات عدد من وزراء الدفاع في سوريا من عام 48 حتى الآن عدد منهم دروز. نكتري منستري أوبراني في سوريا زرقوا 40 أصول دنسكا 40 أصول دنس بيلي دروزي. بعد التحرير من فرنسا بعد الاستقلال كان أحد وزراء رؤساء وزراء سوريا مسيحي. هو نزافي سلوسيت شو عند فرنسا تأدي بشتى فلادي كريستياني. ما عندنا مشكلة. من أمامي بروبلم. أن يكون الوزير أو رئيس الوزراء مسيحي أو مسلم. بمسلم نبو.
أو درزي أو شيعي أو سني، ما هذه المشكلة؟ المشكلة أن يكون ملتزم بالقانون، يحقق العدالة للشعب، aby realizoval spravedlnost pro lidi. Amma madhhabuhu wa 'aqidatuhu, ale jeho víra, yuhasibuhu Allahu 'alayha. To s tím vyučtuje pán Bůh, a ne nikoliv. Lidalik kelmet ad-duruz wa annahu talab minhu yunfasilu huwa 'ibara 'an qa'id siyasi, wahid min al-qada as-siyasiyin alladhi fi raqabatihi dima' kathira. Proto to, co se povídalo, to, že druzi nebo někdo vyzýval politik, a ne duchovní politik.